إصابة في الرقبة ممكن تاخد إيديا ورجليا والنص التحتاني كله كمان. الناس اللي بدأ يجي لهم في اللحظة دي في لحظة الحادثة دي شلل لا قدر الله ممكن يرجعوا تاني يمشوا بشرط إن ما يكونش حصل تلف دائم للحبل الشوكي. النهاردة من الأربع غضاريف في ساعة ونص يتدنك في نص ساعة والعملية ساعة ونص وبيخرج بعد ساعتين. الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي كلية الطب جامعة القاهرة عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري. أهلا بكم. بلا شك مشاكل العمود الفقري أصبحت مشاكل منتشرة جدا في مجتمعنا العربي. هقول لكم التهور ممكن يكون التهور بس في حاجة تانية غير التهور مهمة جدا اللي هو التفسير اللي على هوا كل عيان. يعني مثلا الناس اللي بتشتكي من ألام في ظهرها فسر يا عم شوية برد. أنا لبست النهاردة هدوم خفيفة في يوم شتاء مثلا أنا قعدت في التكييف ماشي كل دي احتمالات للألم بس في احتمالات تانية ممكن يكون الألم اللي عندك ده انزلاق غضروفي ممكن يكون الأعصاب تتعصر ألم في رجلي وبدأ يزيد مع المشي وألم فظيع ده ممكن يكون عضلات قفشة ده ممكن يكون مش عارف ايه محدش قال ان ده او محدش بيصارح نفسه بحقيقة انه لازم يكشف ممكن تكون كده فعلا لكن ممكن يكون حاجة تانية زي الساتيكا العرق النسب. احنا عندنا مبدأ في الحياة معرفش هو كلمة صح بس احنا بنطبقها غلط لما حد يقول لك فال الله ولا فالك انا مش ما بفهمهاش الجملة دي بالمنطق بتاع الناس المنطق بتاع الناس غلط في الحكاية دي هو فال الله ولا فالي ماشي تمام بس ربنا ما قالش كده ما قالش ان انا افصل الامور على هوايا بالعكس انا قال دائما يعني لازم ابحث عن ذوي الخبرة اروح للدكتور اروح للدكتور واسأله ده في ايه في ناس تانية تقول لك لا اصل انا خايف اكشف خايف اعمل اشعة لا يطلع في حاجة يعني ده كلام هو ده بقى ما يتردش عليه ما ينفعش ان انا ارد عليه اقول له اقول له طب ايه افرض في حاجه ما انت لازم تعمل اشعه ولو ما كانش في حاجه خلاص هو انت لما هتعمل اشعه الاشعه هي اللي هتوجد الشيء هو هي اللي هتوجد الانزلاق الغضروفي هي اللي هتوجد الورم هي اللي هتوجد التعثر الاعصاب لا الاشعه مش هتوجد ده هتبينه هتوضحه عشان نبدا العلاج مبكر وهناك فارق كبير جدا بين العلاج المبكر والعلاج المتاخر هنفهم النهارده هذا المعنى المهم جدا من ضيف عزيز علينا جدا هنحط قدامه الكثير جدا من المعتقدات والاسئله والجمل الثابته في عقول للاسف مش بس المصريين الحقيقه العالم كله بيفكر بطريقه قريبه من بعضها المصريين اكتر لكن العالم كله بيفكر بالطريقه دي. ضيف عزيز علينا القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير واستاذ الاساتذه في هذا المجال وطبعا الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا دكتور. منور الناس الحلوه كالعاده يعني. انا خليك فاهم كل سنه طيب. عايز ابدا الحوار من النقطه دي. نقطه فال الله ولا فالك ما تبشرش في وشي ما تقوليش اروح بعد الشر بعد الشر الكلام اوكي كلام حلو بس بتوظف غلط. طبعا. بيضايقك؟ هو اكيد بيضايقني. بيضايقني بس انت لازم تعذر الناس دي يعني لازم تعذر الناس دي لان احنا عندنا كم كبير جدا من الموروث الفكر الخاطئ يعني كتير جدا من الناس يقول لك اصل اللي بيجي له غضروف ما مش هيقوم منه تاني اللي بيجي له ورم مش هيخف منه تاني يا جماعه اذا كانت الاورام النهارده بتتعالج اذا كان الاورام بنعمل لها مستشفيات النهارده ومراكز علميه متخصصه تساعد على الشفاء وتقليل المشاكل طب ما بالك بقى بالحاجات اللي هي ما ده بعيد عن الاورام يعني لما يبقى عندي انزلاق غضروفي ما يتعالجش لا بيتعالج هي قضيتنا دايما ان احنا بنخاف وطلعت سمعه يقول لك ده محمد ابن مش عارف مين راح عمل العمليه وممكن هو ما فيش محمد ده من الاصل يعني راح عمل عمليه ومن ساعتها ما بيعرفش يمشي ووارد وحقيقي ان هم يكونوا شافوا ده بس هو دايما المعايير احنا ليه بنعمم الحاجه السيئه لما يبقى في عندنا مشكله تعالى ندور هو محمد عمل عملية فين وفي أنه مركز وفي أنه مستشفى بإمكانيات إيه ومن الجراح وإيه خبرته وإيه إمكانياته ومحمد ده راح بدري ولا متأخر ما هو ده الكلام اللي بيحل الموضوع لكن إحنا بنكتفي دايما إن محمد عمل عملية
وقد فشلت العمليه، فاذا فشل الطب مع الناس كلها. طيب وايه راي حضرتك في ال 95% اللي ربنا بيكرمهم بيخفوا بيمارسوا حياتهم وبيشتغلوا بيعيشوا حياتهم؟ يعني علشان رحله طيران واحده تعمل مشكله او يحصل فيها حادث ربنا يعافينا جميعا الغي كل رحلات طيران من العالم؟ ما ينفعش. يعني لازم زي ما بنتقبل دي لازم نتقبل ان الطب ممكن ناخد علاج يريحنا وممكن ناخد في بعض العلاجات ممكن يبقى لها اثار جانبيه. هو حضرتك يعني كاستاذ باطنه ما انت بيجي لك مريض اخد برشامه واحده عملت حساسيه في جسمه ودخلته في فشل رغم في 2000 واحد خدوا نفس الدواء وقبليه الافات خدوا الدواء ما عندهمش مشكله. القصد ان احنا بنقول ان المشاكل وردت بحدوث ولكن بنسب قليله جدا وحدوثها لا يماثل المشاكل اللي بتيجي من اهمالنا لنفسنا ولا يماثل الماضي. انا خلص ولا يماثل الدنيا اتغيرت. اذا سنذهب الى الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ الناس ترتبك كثيرا جدا في تفسير اعراض الانزلاق الغضروفي، ترتبك بين الانزلاق الغضروفي القطني وبين الانزلاق الفقاري القطني، ترتبك بين الانزلاق الغضروفي وبين التهاب العضلات والتهاب المفاصل. هذا ابيض ام اسود ام رمادي؟ لا ده حقيقي ابيض يعني هو في طبعا يعني في ارتباك. والحقيقه احنا دايما بنقول ايه؟ يعني مش كل واحد جاله وجع في ظهره وجع في رجله بقى عنده غضروف خالص. وكلمتين هم قريبين من بعض بس مختلفين تماما. يعني كلمه واحد عنده انزلاق غضروفي وانزلاق فقري ببساطه جدا الانزلاق الغضروفي ان الغضروف اللي ربنا خلقه بين الفقرات ده اللي هو الماده الجيلاتينيه دي انزلق خرج بره بس الفقره سليمه في مكانها. يبقى انا مشكلتي جايه مع الجزء الطري ده انه خرج ولمس العصب ده اهون. الانزلاق الفقري بقى ان الفقره نفسها اللي هي اللي بيفصلها الغضروف ده هي اللي انزلقت هي اللي اتحركت. يعني الفقر لما بتتحرك اسمه انزلاق فقاري، الغضروف لما بتتحرك اسمه انزلاق غضروفي. الاثنين بادئين بكلمه انزلاق بس ده حاجه وده حاجه، ده له علاج وده له علاج. الغضاريف في الظهر دي مهمه جدا لان مجرد ما انزلق الغضروف يبدا العظم يبقى ينام العظم على العظم. يبدا يعمل لنا زي اللي في الصوره دي. ايه اللي حصل في الصوره دي؟ هتلاقي فقرات المسافات اللي بينها اختفت وفي عظم بقى لونه مبيض كده اسد بعضه وما عادش فيه المنظر الطبيعي بتاع الغضروف اللي في النص. خليكم اللي هي اللي في اثنين كانهم واحد لازقين في بعض. بالظبط كانوا لازقين في بعض يعني بتلاقي ايه من تحت خالص في غضروف كويس وواحد متاكل بعديه. هنا لا هنا شوف بقى ايه الغضروف ده الانزلاق الفقري بقى. لو هناك كان اسمه انزلاق غضروفي هنا الانزلاق الفقري. اتاكل الغضروف وبدات الفقره تسيب وتتحرك. الفقره مشيت وسابت مكان ده اسمه انزلاق فقاري. ونتج عنه ايه بقى؟ ان فقره طلعت قدام والثانيه فلتت لورا واللي في النص المخنوق ما بينهم هو العصب. المنطقه القطنيه الحقيقه بيبقى فيها اعصاب طرفيه غير الرقبه. الرقبه اخطر بكتير جدا لو دي في الرقبه تعمل شال الرباعي على طول لكن هنا ممكن تعمل ضعف او تعمل سقوط في قدم في الرجل. ده انزلاق بنسميه انزلاق غضروف منفجر. الغضروف زي ما اتفقنا هو ماده زي الجيلاتين ربنا خلقها جوه كيس كده معين. لو حملنا عليها زياده شلنا شيله تقيله وقعنا او اتزحلقنا او خدنا مطب بالعربيه يوم الغضروف يحصل فيه حدث فجائي ينفجر. عارف حضرتك زي فرد الكاوتش بتاع العربيه خبطه جامده جدا او مطب او حاجه صدمتها ينفجر غضروف بهذا الوضع. ينفجر غضروف يخرج يضرب في العصب. هنا غضروف وتآكل وسبناه وبنشتغل. يحصل ده ما يسمى انزلاق فقاري ودخلنا بقى في درجه ثالثه وفي درجه ثانيه. يعني الانزلاق الفقاري خطير الحقيقه. وللاسف ان كتير جدا من النهارده اللي احنا بنشوفه في مشاكل العمود الفقري هو انزلاق فقاري مع انزلاق غضروفي. يعني هو يبدا بانزلاق غضروفي ونسيبه هنا شوف بقى حضرتك الفقرات حصل فيها ايه. الغضروف خرج تآكل الغضروف رجع العظم بيكحت في بعض بيتحرك يتآكل العظم عمل لي كتله عامله زي الخراج الداخلي والتهب. طب الغضروف ده لما خرج راح فين؟ دخل جوه القناه العصبيه سدها. بقى عندي انزلاق غضروفي انزلاق فقري انسداد في القناه العصبيه زحزحه فقريه بقى اربع حاجات جوه بعض. سؤال مهم جدا سؤال بقى سياسي برضه شويه. يروج الكثير انه يوجد دواء واحد من الجراحات يعمل للانزلاق الغضروفي في العمود الفقري ابيض ام اسود ام رمادي؟ لا اسود طبعا اسود. احنا عندنا
كثير من التدخلات في العمود الفقري. بس في ناس تحس انها متعصبه لنوع معين من ما هو ده بيبقى نتيجه لحاجه واحده بس، يعني يمكن هم ما بيعرفش الا ده او ما عندوش الامكانيات اللي يعمل ده. لكن الحقيقه الموضوع كبير وفي فرايتس كتيره جدا في التدخلات، يعني التدخلات، وخاصه ان النهارده الدنيا بقت فيها الامكانيات التكنولوجيه اللي تؤهل لده. يعني كان كلمه الغضروف زمان يساوي عمليه بجرح 30 سنتي وشيل غضروف وشيل عظم ويطلع المريض عنده ضعف او سقوط في القدم او بتاعه، وكان مقبول. ساعات كتيره جدا كان بيقعد بميه نازله من ظهره شهور وكانوا بيقبلوها قاطع في الاغشيه. حاله زي كده النهارده بقى في قسطره ندخل بيها، ده بنسميه شفط الغضروف. بنسمع كتير وناس كتيره جدا تسمع عن شفط الغضروف. شفط الغضروف ده احد التقدم التكنولوجي في علاج الانزلاق الغضروف. شوف اللي بيحصل الاتي: بدخل تحت جهاز اشعه بقسطره كده جوه الغضروف ببنج موضعي، والقسطره دي فيها حاجه زي البريمه جوه. البريمه دي بتفتت الدهون، عارف، او الغضروف من جوه الماده جيلاتينيه عامله زي الجيلي كده بس تبقى ناشفه شويه. انا بفتتها واشفطها وبنحقن الماده جوه بتدوبها كمان. ده بينفع، بس ينفع لمين بقى؟ عندي غضروف واحد والغضروف في بدايته ما يكونش تكلس، لان احنا من شويه قلنا الغضروف لما يبقى عندي غضروف بعد شويه يحصل فيه ايه؟ بعد شويه بينشف، ما عادش يبقى فيه ميه، يتصلب، يتكلس، يتاكل لانه نشف خلاص، بعد كده ياكل في العظم. المراحل دي ما ينفع لهاش العمليه الاولانيه. طب ايه راي حضرتك بقى؟ الفقره اللي كانت سايبه واتكسرت لما الغضروف تاكل وثابت الدنيا واتحركت بعيد، ما لازم ارجعها الفقره، والا العمود الفقري هيبقى ضعيف جدا. بندخل دي حاجه بنسميها دعامات، دي حاجات حديثه جدا بقت موجوده. كنا الاول بنعمل حاجه بنسميها شرايح ومسامير، وقبل الشرايح والمسامير كنا بنجيب سلوك ونربط بيه الظهر. يعني لو حد شاف حد من اللي عمل عمليه في السبعينات، كانت السبعينات لحد اوائل الثمانينات كنا بنجيب سلوك ونربط بيها الفقرات ببعضها، والسلوك دي بتتقطم، وهبقى اوري لحضرتك صور منها بعد كده. السلوك بتتقطم وتتقطع لدرجه ان السلك ممكن يخرم العصب. كانت قصص كتيره جدا صعبه قوي. اتعمل ده، دي تكنولوجيا حديثه جدا بفتحه صغيره حوالي 2 سم في الفقره، يعني بنقول 1 انش لل 1 ليفل، يعني 2.5 سم. ادخل واعمل ده، انا بثبت فقرتين اهم. الفقره خلي بال حضرتك انا ثبتت الفقرات ورجعتها، والدعامات دي من ماده اسمها تيتانيوم تمسك الفقره وما تتفاعلش مع الجسم، لان كان في حاجات اللي بنسميها شرايح المسامير دي سيئه جدا لانها كانت ممكن تتكسر وممكن تتقطم وممكن تتفاعل مع الجسم وبتمنع الحركه او بتقللها بتاعه الفقرات. فاتوجد البدائل الجيده والصالحه. اذا سنذهب الى المتهم والجاني والبريء. وفي المخ والاعصاب الجزء ده هو الاكثر ابتعاد بالنسبه لي، اكثر اثاره طبعا. نحط ناس في قفص اتهامه ونقرر ده مش كيف. لا لا، احنا ما بنحطش حد. الفكر الخطا ينبغي ان يتهم ويجرم ايضا المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ سؤال كلاسيكي لن أمل من تكراره: المريض الذي يعاني من مشاكل في أسفل الظهر وتؤلف الحركة، أو من غير حتى تؤلف الحركة، في تنميل وألم بيجيله في خلفية الفخذ ولا يذهب إلى جراح مخ وعصب. ممكن يذهب إلى أي حد لكنه مش عايز يروح لجراح مخ وعصب، يذهب إلى علاج طبيعي، يذهب إلى منظومة مثلا مكتوب عليها علاج قلب، أي حاجة، بس هو مش عايز يروح لجراح مخ وعصب. ده راجل متهم أم جاني أم بريء بمنتهى الحيادية؟ لا، هو أنا بعتبره جاني على نفسه الحق، يعني هو بيبقى جاني على نفسه. أنا مش هتهمه لأنه هو غلبان، يعني هو بيدور على حل، بس هو مش بيدور في المكان الصح. دايما الناس بتخاف، يعني الخوف، والخوف ده ظاهره في الدنيا كلها. يعني في امريكا الناس بتخاف تروح لجراح او تروح لدكتور الاسنان، يعني معروف كده في الدنيا. هو في دنتال فوبيا، ده وعندنا كده في الاعصاب، يعني يقول لك لا يفضل على كده، والحمد لله احسن ما يروح ويطلع بنص مش شغال. ده موجود في الدنيا كلها وهذا الفكر موجود، بس الحقيقه عندنا احنا ما بنحاولش نصلح الافكار. يعني حتى اللي بيقتنع بفكره وبيرى عكسها بيفضل بس عنده كلمه بس دي موجوده معلقه في الموضوع. يعني من فضلك عندك مشكله في العمود الفقري، عندك الم في ظهرك، عندك وجع بينزل في فخذك، تقل، خدلان، تنميل بيوصل لصوابع رجليك، بيأثر على الحركه، بدات رجل تخس عن رجل، بدات رجلك تخونك وانت طالع السلم،
بدات ما تقدرش تقف كتير، ست البيت تيجي تصحى الصبح من البيت مش قادره تفرد ظهرها، اول طلعه صعبه جدا، وقفت في المطبخ مش عارفه تكمل 10 دقايق على بعض، نازله تقضي طلبات مش قادره تمشي 200 متر على بعض. لا ده انت عندك مشكله او عندك مشكله، ما ندور على حلها. والحل ندور عند حد متخصص في جراحات العمود الفقري. والنهارده يا هنروح لواحد من اثنين، يعني الاثنين دول هم دول بدايه الطريق، يا حد جراحه مخ واعصاب متخصص عمود فقري، يا حد عظام متخصص عمود فقري، والاثنين بيكملوا بعض. يعني احنا ما فيش تنافس تماما ما بين هذا التخصص وذاك التخصص. اساتذه محترمين جدا في المجالات، احترام متبادل جدا جدا جدا، ومكمل شغل بعض اول حاجه. ولكن يعني دايما كتير جدا انا معظم حالات بتجيلي متحوله من اساتذه زملاء بتوع عظام جراحه عظام، يقول لك روح لان هنا عنده مشكله مع العصب، روح له هو فلان ده احسن واحد يعمل لك العمليه دي. فبالتالي لازم المريض يتوجه والتوجه الصح، لكن يروح لحد ويمشي له عصايه او يكويب النار او يعمل له حلق او يعمل له خزام او مودرن بقى يعمل له جلسه بقى بالليزر وجلسه شد اعصاب وجلسه شد بترابيزه، حاجات الحقيقه تؤدي الى مشاكل كتيره جدا. يعني المريض بتاعنا بيبدا بغضروف صغير، يعني هنا لما نيجي نشوف ده الجهاز العصبي، الفقره الغضروف يتاثر يتاكل تبدا الفقره تتحرك، هي مش متحركه لوحدها، العصب والحبل الشوكي طار دومنا، يبدا اللمبه تنور هي دومنا هنا. طبعا دومنا وبتكور، والموضوع مش هيقف مش هيقف عند لحظه معينه. اتفقر شوف كل مدى بتتحرك اكتر، ده بنسميه انزلاق فقاري، بدا بانزلاق غضروفي ثم انزلاق فقاري درجه اولى ثم درجه ثانيه ثم درجه ثالثه، وتنتهي ساعات بكارثه ان العصب ايا ظهري بقى، يعني ده نظام ايا ظهري ايا رقبتي، يعني انا مش قادر وابقى ماشي بسند ظهري، احط مخده اربط حزام، في ناس يقول لك ده انا رابط قايش من بتاع الجيش او حزام او منديل او حاجه زي كده، وبيربط ده عشان ايه؟ عشان يسند الفقره السايبه، زي اللي بيسند يقول لك الزير بالنوايا، ما هو ما ينفعش. هذهب الى الجزء المهم جدا، الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ سؤال مهم جدا جدا، الناس كتير بتعتقد انه مشاكل العمود الفقري مرتبطه بكبار السن، مرتبطه بكلمه هشاشه عظام. كبار هشاشه يعني مشاكل عمود. يجي واحد عنده مشكله يقول لك لا انا يعني انا لسه مش كبير، هشاشه انا مش انا بعيد عن الهشاشه، الهشاشه دي لسه بجري عليها يا باشا. وهم ولا شك ولا اخي؟ لا ده وهم طبعا. لان يعني نمره واحد اول قاعده اتكسرت خلال ال 20 سنه اللي فاتوا ان مشاكل العمود الفقري ما عادتش خاصه بكبار السن. يعني كان دايما اللي كان بيشغل عيادات الاعصاب او العمود الفقري كان دايما الناس فوق سن ال 55 وال 60 وفوق شويه. كان جاي لهم مشاكل نتيجه لشغلهم الكتير ومجهودهم المستمر بقى لهم 20 سنه بيشتغل، بدا يحصل مشاكل في الظهر. الحقيقه دلوقتي بقى المشاكل اكتر في السن الصغير. يعني بنشوف اللي هم التين ايجرز اللي هم العشرينات وال 18 وال 25 اكثر ناس بيجي لهم المشاكل دي. الحقيقه والسبب معروف ان هو الجيل الجديد ده مش بيهتمش بالتغذيه بتاعته زي زمان. يعني هتلاقي نسبه الكالسيوم عنده في عظمه اقل، استخدامه للعمود الفقري اسوأ. بتاع زمان كان عنده فتره بيشتغل وبيروح ينام ويريح، كان بياكل كويس واكله كان ما كانش فيه كميه الكيميكالز والكيماويات ولا الاكل اللي هو الايه الفاست فود والهرموني، الاكل الهرموني كل هرمونات هسميه بعد كده الاكل الهرموني. طبعا وفي كميه رهيبه جدا من الدهون اللي هي ما بتبنيش العظم. اللي بيبني العظم دايما هو البروتين والاملاح المعدنيه، ده اللي بيبني العظم بيبني العمود الفقري. لما بنلاقي مريض عنده هشاشه، ودي كان بيواجهنا يعني مشكله كبيره جدا، ما كناش بنعرف نعمل له عمليات الحقيقه. طيب احنا بنقول دايما الهشاشه لها علاج ولازم المريض يتعالج، وممكن ياخد علاج من سنه لحد سنتين لحد ما الامور تتحسن. الهشاشه نزلت من السن ال 55 وال 60، وكان دايما معروف ان الهشاشه عندما تاتي للسيدات لابد ان يكون انقطعت الدوره ومده بعدها 5 6 سنين. الحقيقه بنلاقي دلوقتي سيدات صغار في السن عشرينات وتلاقي عندهم الهشاشه وفي التحاليل وفي مقياس كثافه العظام باينه عندهم نتيجه لخلل في الترسيب بتاع الكالسيوم، نتيجه لخلل هرموني يؤدي الى ان العظم بيدوب، لمشاكل مع الغده الدرقيه وجر الدرقيه بتخلي العظم يتاكل. الكلام ده لازم نهتم بيه وناخد بالنا منه. نورتنا وسعدنا بهذه الزياره، سعاده غامره وكالعاده الحوار ممتع. وانا عايز اقول برضو للشباب اللي بتخور ويشيل
خطيبته او مراته. ارجوكم الرجولة مش انك انت تبين لكل اللي حواليك ان انت، اصل انا بشوفها كتير وفي دلوقتي مثلا في اخوه وخطيبته بيرقصوا مع بعض، يروح جاي يشيلها يتحور يشيك. هذا الشخص ممكن الشيلة دي تخليك ما تعرفش تعمل اي حاجة بعد كده في حياتك الزوجية غير الشيل، ولا تعرف تشيل ولا تعرف تعمل حاجة، الديسك هيتضرب. فارجوك ما تتحورش. الرجولة مش انك انت طبعا يعني هقول لك ايه، رشدي اباظة الله يرحمه ويسامحه لانه هو اللي عود الشباب على الحركة دي، شال كتير من الممثلات في الافلام، فالناس كتير اعتبرت ان الرجولة مرتبطة برشدي اباظة، مرتبطة بان انا اشيل البنوتة خطيبتي ولا بنوتة مراتي. يا ما بقى ما تشيلش حد عشان ما حدش يضطر يشيلك بعد كده، صح كده؟ خليكوا دايما معنا. سلام. خلينا اقول لكم ان في جزء في الجسم كلنا بنعامله بطريقه غلط، خصوصا في مصر، الرقبه. وانا لا استثني نفسي من التعامل العنيف جدا مع الرقبه، كلنا واحنا بنتكلم لازم نحرك رقبتنا تحريكه غلط. كثير من الناس بيقعدوا يعملوا حركات بالرقبه فيها نوع من الفليكشن او التاني المبالغ فيه. النوم الغلط، مشاهده التلفزيون وانت نايم، انت قاعد نايم بتتفرج على التلفزيون، مخدتنا مش جيده، في ناس بتنام على مخدات من 20 سنه المخده نايم عليها، هو متفائل بالمخده دي. المخدات في بقى مخدات بيبالغ في انها تبقى سوفت قوي فتلاقي الدماغ مغروزه فيها قوي، او هارد قوي جامده قوي فتلاقي رافعه الدماغ في حته وسايبه حته. احنا بندور رقبتنا بكل الاشكال.